اللي أساوي بها حضوركم اليوم هو تأكيد أن القرار بيد هيئة الاتحاد وليس بيد الموازي، أن القرار بيد الأيقابيين وليس بيد السلطة، أن القرار بيد الهيئة النقابية. وحدة وحدة وطنية ضد الهجم الشعبوية. وحدة وحدة وطنية ضد الهجم الشعبوية. وحدة وحدة أن الوحدة مصيرية، أنهم يريدون أن يخترقونا، وأنكم لما تكونوا موحدين لا ينفع الموازي ولا تنفع السلطة ولا تنفع الغوغاء ولا تنفع دعوات هيئات التسيير الباطلة. أنتم من يقوم الخطأ إذا وقع، أنتم من يصوب النقابيين إذا انزعوا، أنتم من يقول لا لهذه الممارسة ولا عمل تلك. لا أحد وصي علينا، لا أحد، وإن كان من قدماء النقابيين نريدهم قدماء النقابيين حزاما قويا وكسنة قويا للمنظمة. شبيهة بعودتكم يوم 4 ديسمبر لحماية العريق، شبيهة بعودتكم يوم أرادوا أن يحتلوا هذه المنظمة مع روابط حماية الثورة، الثورة المزعومة. عودتكم اليوم لحماية العريق في حلته الجديدة، منظمة عريقة قوية متماسكة موحدة مستقلة، لا رؤيتها ولا تصورها ولا تريد أن تتذيل إلى السلطة، أي سلطة. الاتحاد في مثابة نادي نجم دراوبل. الاتحاد في مثابة نادي نجم دراوبل. يريدون أن يجرونا إلى مربع العنف. نحن ضد العنف، نحن ضد أي اعتداء، وأولى وأحرى أن ندافع على حرمة منظمتنا وحرمة مقرنا وحرمة أجساد النقابيين. ندافع عنهم بالحجة، ندافع عنهم بالقرينة، ندافع عنهم بالأدلة، ندافع عنهم بوحدتنا. لن ننجر إلى العنف، وإياكم أن تنجروا. هؤلاء يريدون أن يكونوا ضحايا. نجيب الغوغاء، لم نجب على التشويه وعلى هتك الأعراض وعلى المس من شرف النقابيات والنقابيين. سكتنا لمدة 4 سنوات، لم نراجع المغالطات ولم نعود إليها ولم نرد عليها. كان ذلك ترفعا، كان ذلك احتراما للعشرة النقابية، كان ذلك احتراما إلى أن النقابين أشرفوا من أن يسقطوا في الغوغاء وفي التشويه وفي المغالطة وفي الأكاذيب. آن الأوان أن تعلموا الحقيقة، وسنصدر اتباعا لذلك. من هؤلاء؟ ولماذا جاءوا اليوم؟ وماذا يريدون؟ ومن وراء؟ وصل بهم الأمر تحريض السلطة على وقف الاقتطاع المباشر وعلى وقف التفرغات وعلى محاصرة النقابيين وعلى رفض الحوار مع الاتحاد كي يفقد مصداقيته. هذا ما وصله إليه، وإنه تحريض ضدنا. والسلطة تباعا تطبق خطوة وراء خطوة توصياتهم ومطالبهم ومصالحهم. لن يثير ذلك ولن يمنعنا ذلك
من أن نحمي مع اتحادنا وأن نحمي منظمتنا. لن أطيل عليكم، شكرا لكم في مجيئكم تلقائيا، شكرا لكم دائما. أنتم عندما يدعوكم الاتحاد تلبون النداء، كما كان يوم اقتحم الدستور المقر، يوم اقتحمت عصاباته الروابط الثورة، وها أنتم اليوم مع روابط شديدة. مدحة مدحة حرة حرة والبواب.